في الصيف هما شيخين، في العطل هما شيخين، في كل شيء هما شيخين. يخدم على قد على ورقة واحد يقعد جمعة كاملة باش يطلعها، وساعات حتى شهر. يخلي الضويشة يحط الفيست نتاعو فوق الواحد هكا باش اللي يشوفه من البلار يقول هذا يخدم، مشات ويجي. الضمير المهني هو اللي مش موجود، معناتها تمشي لدارة تلقى فيها مثال زوز وثلاثة بيروات تلقاهم ما فماش، تمشي للقبادة تلقى زوز وثلاثة ما فماش. فماش دولة غايبة، دولة في كل شيء غايبة في الميادين الكل. تمشي على وثيقة باش تخرجها ولا حاجة، فما تقعد جمع فيه ثلاثة جمعات وأنت تستنى فيه. التونسي معناتها يقول لك نخدم لهم على قد فلوسهم. والله غايبة الإدارة التونسية جملة. رقابة على الإدارة التونسية ما ثماش. مسيب اللي يجي يقعد أربع سياقة جيدة ويسكر البيبي بيروه ويمشي. كيفاش ترى العلاقة بين المواطن والإدارة التونسية في 2023؟ هل فما تحسن في الخدمات، في علاقة المواطن بالإدارة، ولا كما قبل كما تو؟ بالنسبة للإدارة التونسية تو معناتها مربوطة في الضمير المهني. معناتها الضمير المهني هو اللي مش موجود، معناتها تمشي الإدارة تلقى فيها مثال زوز وثلاثة بيروات تلقاهم ما فماش، تمشي للقبادة تلقى زوز وثلاثة ما فماش. معناتها الحكاية كلها مربوطة في الضمير المهني. معناتها كان جات فما كبس معناتها في المسؤولين، وفما معناتها ناس واقفة بالكدي بالكدي، معناتها الإدارة تتحسن. أما مادام ما فماش كبس وما فماش لهوة ما فماش حتى شيء، معناتها يجي يخدم ساعتين وثلاثة سوايع ولا معناتها كما قالوا معناتها برشا كلمات تتقال، معناتها راهو معناتها فما يلزم وقفة من راس الكبير. فما تسيب فما استهتار. ولا فهمت أما معناتها كان وزيد أون بليس معناتها التونسي معناتها يقول لك نخدم لهم على قد فلوسهم. فهمت نخدم لهم على قد فلوسهم. انت شنو تخدم على فلوس؟ فما الناس ما لقاتش الخدمه هي. تخدم على الاقل انت يقوم مسكين المواطن اجا غدوه اجا بعد غدوه اجا غدوه ارجع غدوه ارجع غدوه. مازال على قد فلوسه ياخذوا في المنح، ياخذوا في البونوات، ياخذوا في الليسونس، ياخذوا في كل شيء. ياخذوا في كل شيء، كل شيء عندهم. من الوتله كل شيء عندهم، كل شيء كل شيء. ساعة في الصيف هما شيخين، في العطل هما شيخين، في كل شيء هما شيخين. يخدم على الاقل معناتها قوم على الاقل معناتها المواطن معناتها عليه اعطيه حقه، ما تخليش يقعد يمشي ويجي على ورقه واحد يقعد جمعه كامله باش يطلعها وساعات حتى شهر. انا في وقتي انا كنت ناقل وقت الرخصه نتاع القهوه تقعد عامين وثلاث سنين باش تاخذ رخصه نتاع قهوه. يعني توا فما بلدان معناتها اغلبيه البلدان تستحق ورقه اي حاجه بالانترنت، في تونس هذا مازال مش موجود. والله قاعدين يقولوا باش يعملوا باش يعملوا، ان شاء الله ان شاء الله نخلطوا على البلدان هذيك. فهمت ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا ان شاء الله الجيل هذا مسكين، الجيل توا مسكين وبارح، الجيل توا مسكين وبارح. احنا قلت عدينا بوقتنا سي، اما الجيل توا مسكين هو اللي مش يتعب ياسر، معناتها كان يقعدوا في الحاله هذه مش يتعب ياسر، معناتها ماش الناس مش هيدها وكذا وقاعدين في الشوارع اللي يخدموا العباد. الدوله تقول ما عندهاش فلوس، يشوفوا لهم حل كيفاش تخلصوهم كيفاش تعملوا لهم. فهمت سايبوا المشاريع ولا سايبوا المشاريع مثال سايبوا المشاريع سايبوا لهم، اما باقي يقول لك الفلوس ما فهميش. الفلوس وين ماشي؟ والفلوس الاخرى اللي مشيت وين هي؟ واش ما جاتش لتو؟ على الاقل هذيك تعاون فهمت. مليارات راهي برا تحوص، مليارات مليارات. تونس ديما غنيه راه، وتونس واحد الناس معناتها كي نخرج نحوص في تونس، تونس بلاد فلاح وبلاد فوسفات. هذوما الزوز كان يركزوا على هذوما الزوز تو تجي الفلوس، هذوما الزوز برك يهز فيه البرك. لكن مازال تتصور توا مازال فما شكون يحب يخدم الفلاحه؟ والله كان معناتها يعطيوهم مثال يخلصوهم بالكدا. والله هم والله حتى معناتها الفلاح كي ساعه نهبط انا مثال في ماطر ولا في جندوبه ولا في بلايص معناتها نعمل ترانسبور انا فهمت، معناتها خلصوا فيهم معناتها حكايه 25 دينار 30 دينار في النهار. معناتها شويه انت باش تاخذ 30 دينار تجيب 900,000 في الشهر هذا تبدا عازب. لكن فما شباب توا يرضى يقعد شاد القهوه وما يخدم لكش الفلاح. هذيك المشكله، هذيك هي المشكله، معناتها يرضى لك يقعد في القهوه وما يمشيش يخدم. علاش؟ شوف الوالدين زاده، حتى الوالدين عندهم دور زاده راه. حتى الوالدين والكبس نتاعنا احنا نتاع قبل ما عادش توا. ولدي معناتها اللي هو الصغير يعلموه بالدليل. من الاول يعلموه بدلي تحبك الحاجه تحبك الحاجه. احنا ليه قبل انا واحد من الناس اللي عمري 10 سنين نخدم مع بابا ديريكت مش نحس بالفرنك، وما حسهمش بالفرنك
معناتها كي يلقاوها سهله سي نورمال بعد اللي يسهل كل شيء. فهمت عندي حتى مثال من بنتي طلعت دلوله كيفهم هو معناتها ما كذا كاو جيل توا كاو قولك دلالي خلف له بال اي دلالي خلف له بال اما نقصوا لهم الدلال كل حاجه يحبوا عليها يشري لهم صبات سبيد قاعد نشكون نشري سبيد غزال قبل فهمت دينار هما توا يشري صبات سبيد 200 300 دينار وتلقاهم طيش غادي ما يرضوش بيه يلبسوا نهار نهارين بعد اللي يقول لك لا دي مودي هذاك صاي ما عادش يمشي تشري لصغيرك سبيدر ب 200000 300000 والله نشري كبدا عندي نشري علاش ليه ما شريت ما نقولكش ليه معناتها في مناسبات وكذا نشري علاش ليه نشري ما تراش لي برشا 200 دينار على سبيدر والله شريت لها سبيدر ب 350 دينار بنتي انا تلعب في المنزه فهمت سبورتيف اي تلعب في المنزه والله خديت لها سبيدر ب 350 دينار فهمت بالعناد منيش هذا بالدليل وباش تقولها باش تبدا تفيس على اصحابها في التيار فهمت شنو تعمل بنتك؟ بنتي تو تخدم في دبي فهمت تو كانت تلعب في المنزه منزه واحد هذيك فهمت وتو عرست وتخدم في دبي تو قصة السبور ما تحكيلكش على الفرق بين دبي وتونس؟ اوه تسع ساعات توري التصاور نتاع دبي تقول قاعد عالم اخر بصحتهم عالم اخر ناس خدمت على رواحها اسمعني تونس راهو تونس من عهد بورقيبه راهي فيها حاشا اللي ما يستاهلش وحاشا اللي ما يستاهلش وحاشا اللي ما يستاهلش نعاودها قداش مره في راهو السراق هما اللي هلكوا تونس راهي بلاد غنيه غنيه وقالها القذافي تونس راهي غنيه 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 اما ولادها هما اللي هلكوا وقالها بورقيبه زاد قالها بورقيبه قال معناتها تونس ما يهلكوها كان ولادها فهمت ما يمسها حتى حد تونس ما هو مستمعين فيها تونس يهلكها كان ولادها كان ولادها طلعوا بها كان ولادها هبطوا بها اما تونس من عهد بورقيبه فيها حشر ما يستاهلش وحشر ما يستاهلش فيها كان السراق والله غايبه الاداره التونسيه جمله غايبه جمله فهمت غايبه حتى واحد مش يقضي قضيه قضيه قضيته ما تقضي يحبلو فهمت صارت لك شي حكايه في العام هذايا جديد مع اداره في ورقه في حكايه كل يوم وانت تمشي تصير ما فماش رقابه ما فماش رقابه على الاداره التونسيه ما فماش مسيب اللي يجي يقعد اربع سايقه جيده ويسكر البيبيرو ويمشي ويخلي الضوء يشعل يحط الفيست نتاعو فوق الواحد هكا باش اللي يشوفهم البلار يقول هذا يخدم مشات ويجي الخدمات ما تحسنتش يعني نتاع الاداره نعم الخدمات نتاع الاداره التونسيه ما تحسنتش تحسنتش خاطر ما فماش رقابه من الدوله ما فماش الدوله صار غايبه فماش دوله فماش دوله غايبه دولة. في كل شيء غايبه في الميادين كل في الميادين كل هاك شوف البلاد ماشيه في هاوية لو نشوف فيها والله يقدر الخير وكهو ربي يقدر الخير في 2023 العلاقه ما بين المواطن والاداره التونسيه تمشي على وثيقه باش تخرجها ولا حاجه فما تقعد جمع فيه ثلاثه جمعات وانت تستنى فيه وثيقه اللي هي من نورمالمون تاخذها على بلاصتك هذه انا صارت لي الجمعه قرب من الجمعه مشيت باش نطبع وثيقه قال لك ارجع لي بعد جمعه هذه كاشيه باش يعمل تعريف بالامضه ارجع بعد جمعه تعريف بالامضه بعد جمعه تعريف بالامضه بعد جمعه علاش اللي يعمل في تعريف بالامضه وينو؟ خلي يعمل تعريف بالامضه خاطر نلقاه وقت يحكي بالتليفون فهمت موش هنا قال لك ارجع الجمعه الاخرى خاطر سيدي انا نمشي نكري كهرباء باش نهبط لبلاصه اخرى باش نعمل تعريف بالامضاء في وثيقه مع تحاشي ارجع حسب رايك علاش العلاقه متوتره بيناتهم شنو هي السبب؟ والله السبب فما كيفاش نقول فما عصابات قاعده معناتها تعطل في المسار البلاد هذيك هي علاش العلاقات كيما هكا العلاقات هكا خاطر فما عصابات قاعده تعطل في الامور هذي ما تراش اللي هي مشكلة كفاءات زاد الشخص المناسب مش في البلاصة المناسبة. بالطبيعة هذيك الكفاءات هذيك معروفة هذيك فهمت تلقى اللي عنده فما متخرج باك بليسات ولا حاجة وقاعد فهمت شاد القهاوي فهمت واللي قاري تاسع اساس يقاري سبع اساس يشد يخدم هو البلدية ويخدم في المعتمدية ويخدم يخدم في الإدارات الكل وما يعرفش عليها حتى تقول لك الوثيقة هذيك يقعد يثبت فيها شنو هي معروفة هذيك هذه معروفة. تنجم تكون زاد مشكلة تطور. لا مش تطور مشكلة فما معناتها الرئيس اللي يدخل في الإدارة توا اللي عنده شكون يدخل الإدارة حتى قاري فهمت خمسة ابتدائي تلقاه هو فهمت شاد شيف سيرفيس
واللي عندهم شهاد فهمت مش دي لحيوت هذاك هو فهمت علاش معناتها الاداره ديما متعطله خاطرهم الكفاءات ما عندناش عندنا كفاءات اما هم شادين البلايص اللي حاطين في البلايص ماهوش تاع البلاصه هذيك برشا عباد فهمت تلقى واحد تسعة اساسي عنده فهمت يسير في اشطار دوله والاخر فهمت باك بليسيات ولا شنو فهمت مش هاد الحيط وكاع.